الكابتن محمود الخطيب راجل موهوب، وزي ما سيادتك قلتي راجل نجم فوق العادة، لكن الصدفة لعبت دور كبير قوي. يعني محمود الخطيب ظروفه والصدفة وعناصر شخصية فيه هي اللي أدت إلى أن يبقى فيه محمود الخطيب. أنا عايز أسأله سؤال بعد ما مر بالتجربة دي، إيه اللي مفروض أن احنا نعمله عشان يبقى فيه عدد كبير يطلع محمود الخطيب؟ لأن مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما قللنا دور اللاعب وزودنا دور المدرب، لكن اللاعب النجم والشخصية الفزة في الملعب بتفرض دورها وبتصنع انتصارات قومية كبيرة جدا، ومصر في أشد الاحتياج للمواهب والعناصر الفزة. فإيه اللي مفروض احنا نعمله عشان يطلع عندنا كثافة من محمود الخطيب، أو زي ما سيادتك قلت الكابتن علي أبو جريشة، أو النجوم العظام الكبار اللي بيسروا المجتمع؟ ربنا يخليك. طبعا أنا بشكرك. وبالنسبة للجزئية دي أنا بقول أن ربنا سبحانه وتعالى هو خلاق دائم، فإذا كان في مواهب، كم من المواهب كان كتير زمان، فأكيد في مواهب موجودة دلوقتي، لأن خلق الله مش هيقف، فأكيد موجود دلوقتي مواهب كثيرة جدا ويمكن أحسن مننا. لكن أنا بقول اللي اختلف هو ظروف ظهور الموهبة، ما عادش عنده الفرصة أنه يتنفس، أنه ينفس عن موهبته دي، ما عادش موجودة. لان النهارده مين ازاي بنمارس الرياضه في مصر؟ ودي قضيه كبيره جدا، اسمح لنا حضرتك بقى نتكلم فيها. ايوه اتفضل. يعني انا بقول النهارده كيف يصل اي لاعب موهوب وهو لسه عنده 5 سنين و6 سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين واحنا طالعين بقى، ازاي دوت موهبته دي تسقط؟ ازاي اوصل له؟ ما عادش في رياضه في المدارس. فمعنى عدم وجود الرياضة في المدارس يعني في مواهب كثيرة جدا بتنتهي. بمعنى أدق أنا بقول بالنسبة لكرة القدم بالذات، كرة القدم في تقديري هي طبعا سميناها أو العالم كله سماها اللعبة الشعبية. اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لأنها فعلا بتعتمد على تواجد الموهبة في الشارع بأبسط ما يكون بيمارس اللعبة، مش محتاج فلوس، مش محتاج إمكانيات، كرة شراب ويلفها على إيده ويجري ويلعب بيها. النهارده بقى المنفس الوحيد لهذه المواهب هو اختبارات الانديه. يجي مثلا النادي الاهلي او الزمالك او ترسانه او اسماعيلي او اي نادي بيعمل استماره عشان اللعيبه تيجي تختبر. اللعيب بيجي يختبر بيشتري استماره، والنهارده بقول اللعبه الشعبيه 98% وده في تقديري من لعيبه كره القدم في مصر او في اي بلد بسطاء اجتماعيا، بسطاء جدا. يجب ان احنا نوصل ازاي. هل الاستماره دي بكام يا كابتن محمد؟ 3 جنيه 2 جنيه 4 جنيه 5 جنيه حسب اسم النادي. طيب. الله اعلم، انا مش عارف، بس ما تقلش عن كده. يعني الاستماره دي حضرتك بقى، عشان انا النهارده اب عنده 6-7 اولاد وعنده ومرتبه 150 جنيه 200 جنيه ده واقع، احنا بنتكلم في واقع 200 جنيه، هل وعنده 6-7 اولاد، هل ابنه الصغير يقول له اديني 5 جنيه عشان اروح اختبر؟ هديله 5 جنيه ازاي؟ مش ممكن طبعا. وغير كده مش عايز اقول له، ده هيقول له يا ابني هديله على مين مش 5 جنيه. فهو يعني النهارده هو فعلا موهوب حقيقي طبعاً. وعايز يحوش مصروفه يعني لابد يعمل مصروف. ايه ده بقول لك 200 جنيه حاسس. انا بقول لك على الناس البسطاء ازاي النهارده. انا عايز اكمل جزئيه مهمه جدا، ازاي النهارده كويس اوفر له انا بقى كتنظيم رياضي في مصر، كمسؤولين عن الرياضة في مصر، ازاي نوصل بقى للموهبة دي؟ مش اللي انا قاعد مستني لغاية ما هي تجيلي. لو المواهب دي انا وفرت لها وعدت تاني دوري المدارس، لو رجعنا الرياضة في المدارس الابتدائي تاني هيظهر عندنا مواهب كثيرة جدا. والاب دوت لما يكون ياخد ابنه بعد 10 سنين 11 سنة عايز بقى اولاده يساعدوه في البيت، هيشغله في اي حتة. لو اشتغل في اي حتة وكده معلش يعني بقى في وخد له عقبه سجاره ولا حاجه هيعمل ايه؟ موهبه ماتت ولسه ما اتولدتش، لان ظروف ظهورها انتهى. انا عايز اعرف احنا ليه ما عندناش دوري رياضي في مدارس؟ ليه مش موجود؟ ايه مشاكله؟ ايه المشاكل الموجوده؟ يجب ان احنا نقعد كناس مسؤولين نقعد نفكر. يعني يجتمع مثلا وزير التربيه والتعليم مع رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه ويحطوا نظام، وده سهل يتحط، ده هدف قومي يا كابتن محمود.
بعد اذن سيادتك في الجزئيه دي انا عايز اقول لسيادتك كلمه مهمه انت قلتها يعني مرورا عابرا. أيوة. قلت المدرسه الثانويه الرياضيه. أيوة. المدرسه الثانويه الرياضيه انا عايز اكد على الحته دي طلعت جيل من النبوغ الرياضي في كل المجالات. أيوة. وسيادتك كان المنتخب القومي لو كان 11 واحد في الملعب كانوا 9 منهم يمكن كان الكابتن حسن شحاتة بره المجموعة دي وفي لاعب أو اتنين لكن طلعت نوابغ الكرة في مصر. قيس على ذلك كل الألعاب دي واحد. الحاجة التانية إن مفروض إن إحنا اللاعب النجم والبطل الشاب الصغير ده في كل العالم ما بيدرس كل المواد اللي بيدرسها الطالب العادي، بالعكس المدارس بتتصارع عشان تجذب الأبطال والنوابغ الرياضيين. كويس. الجامعات بتدفع فلوس عشان تاخد الأبطال دول عشان يلعبوا باسمها ويعملوا لها مجد وبعد كده تتقيم تقييم آخر. في تعليق بس، هو الحال الكابتن الخطيب أثار نقطة هامة جدا وهي غياب الرياضة من المدارس، رغم ان المدارس كان فعلا هي القاعدة العظيمة اللي بتخرج نعمل التفريخ. هي طبعا ده نتيجة الزيادة السكانية اللي حصلت والمشاكل والمدارس الملاعب قلت وكل يعني الكلام ده، يعني بيفضلوا يبنوا فصول في الملاعب بدل فصول نتيجة طبعا الظروف دي. انما انا بقول فعلا ان ارجو ان من خلال هذه الحلقة من حق الجماهير ومن خلال النقطة اللي أثرها الكابتن خطيب ان لابد ان يعاد النظر في الموقف ده مهما كانت العملية صعبة. اولا موجود رئيس وزراء رياضي من الدرجه الاولى يرأس حاليا هو يعني الدكتور كمال جنزور طبعا يمارس عمله كرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. ثانيا احنا شايفين لاي مدى الرياضه عندنا بتتاخر في الوقت اللي بتتقدم فيه في دول اقل امكانيات واقل كثافه بشريه مننا. انا بقول ان لابد فعلا من عوده الرياضه الى المدارس بشكل او باخر، ويمشي محور ثاني جنبها ان المسابقات الرياضيه او يعني التجهيز الرياضي يكون في مراكز الشباب بشكل علمي وبشكل اقوى، يكون في الوحدات الاجتماعيه، يعني نشوف اكبر عدد من المحاور اللي نتحرك عليها بحيث نوسع قاعده اكتشاف الموهوبين. ايضا في نقطه غابت اعتقد الكابتن خطيب كان هيقولها وهي برضو حتى غياب الكشافين، هو لما قال المثال بتاع الاسره البسيطه اللي الراجل ما قدرش يدي لابنه 5 جنيه، هو محق فعلا في أسر تعاني، فما بالك بقى لو كان هذا الأب بيعيش مثلا في بني سويف أو في المنيا وعاوز يجيب ابنه أنه يختبر في القاهرة. تخيلي هيتكلف قد ايه. فأولا نظام الكشافين للأسف ما عادش قائم، واللي قبل كده غياب الرياضة من المدارس، ودي كانت الغلطة. طب هو مثلا نظام الكشافين ده يا أستاذ حمدي ولابد من حلها. نظام الكشافين ممكن مين يقوم بها؟ المجلس الأعلى للرياضة. الأهلية الأول. أنا عايز أحكي بعد إذنك يا أستاذ حمدي، عشان نحدد بس بالظبط مين ممكن يبقى قايم بدور الكشاف. مدام فرال للأندية وكان أشهر أندية فقط لوحدها. ممكن ممكن وممكن لو مراكز الشباب برضو يعني توكل لها مهمة زي كده أن يبحثوا ويغزوا الأندية، يعني ممكن بالزبط. جدا أن ده يحصل. هو في حاجة طبعا بس كابتن علي كان في حاجة عشان ممكن أكلم أتفضل. هو في حتة مهمة جدا بس طبعا الحقيقة فتحها لي برضو، احنا نعمل ايه؟ يعني النهارده في مشكله فعلا، كثافه السكانيه زادت جدا، الطلبه زادت جدا، وبالتالي نبني فصول غصب عننا. فصول انا متفائل جدا جدا بالدكتور كمال جنزوري حقيقه، يعني ان انا من طلعاتي كده فكره عالي جدا وان شاء الله الامور شايفه انها تمشي في نصابها. لكن انا جات لي فكره دلوقتي والاستاذ حمدي بيتكلم بيسترسف كلامه، ليه احنا ما نتغلبش على مساله الملاعب؟ يعني معنى كده ما فيش ملاعب في المدارس، ما فيش ملاعب. انا شفت حاجه في انجلترا هي اللي جابت لي الفكره دي الحقيقه، ليه احنا مثلا نيجي على حي زي مثلا عابدين، الملاعب المفتوحه بيسموها، ايوه ملاعب عابدين، لو احنا في عابدين دي مثلا فيها كم مدرسه؟ 20 مدرسه 30 مدرسه. نطلب من مجلس اعلى شباب الرياضه من محافظ القاهره ان احنا عايزين نوفر 3 أو 4 ملاعب في المساحه دي، بس مش عايزين اكتر من كده عشان مش معقوله هنوفر 30 40 ملعب. لا هنوفر 3 أو 4، دي اعتقد في امكانياتنا ممكن، وممكن استغلال مراكز الشباب، ان كل الشباب، احنا بنتكلم على الشباب اللي هو في مدارسه واللي هو في جامعاته الفتره دي، في الفتره بتاعه المدارس دي ممكن نستغل ملاعب اللي هي مراكز الشباب، ويتعمل زي جدول تتقسم عليه الفرق او المدارس دي على اساس ان احنا كل مثلا 5 6 مدارس على ملعب بجدول وليه تمرين وليه مواعيد مباريات، يعني ممكن نحلها يعني تنظيم. حته الكشافين بقى انا عايز احكي عن تجربتنا احنا. يعني انا مثلا كنت بلعب في مدرسه
جه مدرب بتاع ساحه اسمها ساحه مصر الجديده، كابتن ابراهيم الشيخ وكابتن ركاب، دول اول ناس انا اشتغلت معاهم. فجولي اكتشفوك، جولي المدرسه فشافوني في ملعب المدرسه راحوا ياخدوني المدرسه على الساحه، ومن الساحه على نادي النصر، ومن نادي النصر على سنة رضية، ومن سنة رضية على النادي الاهلي. ده السلم. النهارده الكشاف لو اتوجد هيروح فين؟ ما لو في دوري مدارس المدربين الانديه الصغيره هتروح، والكبيره هتروح تتفرج. صحيح. وهتاخد الناس. هي لا لا اقول بس التعليق الاخير ده اللي انا سالت ستك عليه، كيف نحول الصدفه الى قاعده؟ يعني هو ان ستك طلعت بالصدفه والنجوم طلعوا بالصدفه، نتمنى ان تحول الصدفه الى قاعده. هي فكره الملعب المفتوحه زي ما محمود بيقول، يعني هي دي اللي معمول بيها الحقيقه. فاذا عجزنا ان احنا نلاقي المساحه في المدارس، فاعتقد الملاعب المفتوحه بتحل هذه المشكله. وانا بقولها ليه؟ لان احنا عندنا في الاسماعيليه ملاعب المفتوحه، ويمكن النتائج ايه بقى كابتن علي؟ طبعا ممتازه، لان احنا بيبقى في اكتر من مجال ومتنفس للاعب يقدر يمارس فيه هوايته. الملاعب المفتوحه يمكن طول اليوم موجوده، وعايز اقول كمان اللي بالليل بتبقى موجوده بيمارسوا فيها الرياضه. وانا اعتقد يمكن المهاره بتتعلم في الاماكن دي اكتر من الانديه، لانه في الانديه ودي يعني نقطه احب اتكلم فيها، المدربين ما بدوش وقت كافي للمهاره، ولذلك بيروح اللاعب النادي اصلا مهارته عاليه من خلال الملاعب المفتوحه. ومشكله المشاكل النهارده في يمكن في لعبتنا ما بياخدش، ما بيستمتعش بهوايته او برغبته. كان مثلا بيجيب جوال بدماغه، الشاذلي مثلا بيشوط على جول، الخطيب يعني الحاجات دي كلها بيمارسها في الملاعب المفتوحه. وفي الانديه بيبقى الوقت قليل جدا، يا دوب ساعه ونص بتمرنهم، فما فيش وقت. فالملاعب المفتوحه بتشبع هوايه اللاعب، وبيروح اصلا من الملاعب المفتوحه دي للانديه مهارته عاليه قبل ما بيخش النادي. النادي او المدرب ما بيصنعش لعيب. والله هي دعوه بنتمنى تلاقي صدى، واحنا بصفتنا برنامج حق الجماهير احنا هنتابع، ولو اي انجاز تم هنقوله مهما كانت الحلقه فنيه، هنقول الجانب الرياضي. والاستاذ حمدي الكنيسي هو عنده كل الاذاعات الرياضيه مفتوحه، ممكن يتوج الكلام ده ويبرز ونقدر نلح في الطلب يا استاذ حمدي على الكلام ده. مدام فريال، انا عاوز اقول لحضرتك وللساده الحضور وللمشاهدين شيء، ما لم يحدث هذا الإنقاذ للرياضة المصرية من خلال توسيع القاعدة زي ما الكابتن محمود والزملاء اتكلموا زي ما احنا عفضنا في هذا العصر، ما فيش أمل. فأنا أتمنى ومن خلال البرنامج وخلال الإذاعة أيضا لازم. أن هذه القضية تظل مثارة، وأنا متفائل قوي أنها ممكن تحل إن شاء الله. إن شاء الله. في حاجة وفضل حاجة سريعة قوي بس بالنسبة لقضية الرياضة في المدارس، هو كمان المواهب والكلام اللي اتقال ده سليم 100%، لكن فكرة التنافس ودوري المدارس من سن 7 سنين والثمان سنين ده في غاية الأهمية، لأن اللاعب أو الرياضي بيتعود ويتعلم من صغره يعني إيه منافسة، ويعني إيه فوز، ويعني إيه هزيمة، ويعني إيه اللاعب تحت ضغط عصبي اللي بنوصل لغايه منتخب مصر، ومنتخب مصر بيعاني من الضغط العصبي. انا لعبت سباحه في المدارس وجربت الضغط العصبي وانا عندي 10 سنين، وتعلمت ان انا ابقى خايف لكن اكسب. ايوه. مش احنا بقى نوصل لمنتخب مصر وكل بطوله بشارك فيها ويطلع منها عشان التوتر والضغط العصبي. هايل. انا يمكن الجزئيه دي حقيقه انا انا شخصيا لمستها في الحادثه اللي انا قلتها بتاعت دوري نهائي بطوله جمهوريه، مدرستنا لعبت ضد مدرسه المنصوره في المنصوره، احدى مدارس المنصوره يعني. قد كده بلعب خارج ملعبي، جمهور مش بتاعي كويس، لكن ده بيزيدني، احنا خسرنا الماتش، ولكن ده بيزيدني انا يعني مش خايف لما اروح العب في اي حته، انا مش خايف طبعا. فهي دي مهمه جدا، كلام حضرتك قلته دوت ده مهم جدا، ان وانا صغير بكتسب حاجات، بكتسب حاجات، اتعودت على المكان ده، قدرت تواجه، قدرت تقتحم، كل ده مهم جدا، لان التوتر ده ممكن يحبط اي كفاءات. بالظبط. طبعا.